بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، ما هو رجع السماء؟ ما أهمية السماء من حولنا؟ أو في البداية، ما هي السماء أولا؟ اليوم سأتأمل معكم آية عظيمة جدا، أو ظاهرة أقسم الله بها، أو حقيقة كونية أقسم الله بها. الله تبارك وتعالى يقول: والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل. عن القرآن أنه قول فصل، قول حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهذا الكتاب العظيم يؤكد لنا الله أنه حق، وهو ليس بحاجة لذلك، ليس بحاجة أن يؤكد لمخلوقاته، لعباده، وهو خلقهم. والسماء ذات الرجع، ما معنى الرجع؟ هذه الآية أيها الأحبة يعني لها تفسير علمي لطيف ويتطابق مع الحقائق العلمية. أول شيء، السماء أخي الحبيب حسب علماء اللغة كل ما علاك فهو سمك، يعني طبقة الهواء التي فوق رأسه هي سماء. إذن بناء على هذا التعريف نستطيع أن نقول إن السماء تمتد من سطح الأرض إلى ما شاء الله. فهناك سبع سماوات طبعا: السماء الدنيا يعني الأولى الأدنى، يعني السماء الدنيا هي الطبقة الأولى من طبقات السماء، تمتد من فوق الأرض إلى أبعد مجرة يمكن رؤيتها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وزينا السماء الدنيا بمصابيح، وزينا السماء الدنيا بمصابيح. فالنجوم والمجرات التي نراها حقيقة هي مصابيح كما أثبت العلم الحديث، ونحن تناولنا في دراسة تتعلق بالمصابيح الكونية كيف أن هذه النجوم تكشف الدخان الكوني الذي يحيط بها، هي مصابيح كاشفة تعمل في هذا الكون. فكل ما نراه من مصابيح، أي من نجوم أو مجرات، والمجرة تتألق من نجوم كما تعلمون، هذا كله ضمن السماء الدنيا، لأن السماء الدنيا مزينة بهذه المجرات والنجوم. السماء الثانية لا نعلم عنها شيئا، ولكن هناك سبع سماوات. العلم الآن اكتشف سماء واحدة. طيب، الجزء الرئيسي الذي يهمنا من هذه السماء هو الغلاف الجوي، الغلاف الذي يحيط بالأرض. فاليوم سنتحدث عن جزء من السماء الدنيا. الآية لها أبعاد كثيرة جدا، لها معاني كثيرة، سأقتصر اليوم على أهمية الغلاف الجوي أو السماء الدنيا أو الطبقة القريبة جدا من السماء الدنيا. ما معنى رجع؟ رجع من رجع أي عادة، يعني هل هناك أشياء تعود أو ترجع؟ مثلا دعونا نتأمل أيها الأحبة. هنا أحبتي في الله، اكتشف العلماء خصائص عديدة للغلاف الجوي. هذا الغلاف الله سبحانه وتعالى خلقه يحيط بكوكب الأرض، ومن هذه الخصائص الرجع. ما هو الرجع؟ يعني إنسان يفكر لا يستطيع أن يستنبط إذا لم يتعرف إلى الحقائق العلمية المكتشفة حديثا. لذلك أيها الأحبة نحن نقول دائما إن الإعجاز العلمي ليس مجرد نزهة، هو عبادة لله، وإن دراستك للحقائق الكونية والعلمية هذا أمر مفروض عليك، هذا أمر فيه عبادة لله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن أنا عندما أتفكر في خلق السماوات والأرض، عندما أدرس المجرات، النجوم، تركيب النجوم، بنية النجوم والمجرات، كيف نشأ الدخان الكوني، كيف
تشكلت هذه الثقوب السوداء والنجوم الطارقة النيوترونية والكواكب والكويكبات وإلى آخره، كل هذا جزء من عبادتنا. وكما تعلمون تفكر ساعة قد يكون خير أو قد يكون خيرا من عبادة سنة. دعوني أتأمل معكم أيها الأحباء، الغلاف الجوي المحيط بالأرض هو وسيلة لعكس أمواج الاتصالات، هذا أول، هذا رقم واحد. أنا اليوم، أنت تراني مباشرة الآن، لولا هذا الغلاف الجوي وخروج هذه الأمواج الراديوية أو الكهرطيسية واصطدامها بالطبقة العاكسة من طبقات الغلاف الجوي، هو 7 طبقات، وعودتها إلى مكان آخر أو أمكنة أخرى من الأرض، لما أمكن لنا أن نسمع هذا البث. الراديو، التلفزيون، كله يعتمد على هذا المبدأ. اليوم طبعا تم وضع أقمار اصطناعية ضمن هذه السماء لتقوم بهذه المهمة، وهذه الأقمار لو لم يكن هناك خصائص تستطيع أن تضع أقمار اصطناعية لما أمكن البث، إذن تبقى هي صفة مميزة للسماء. طيب، أمواج الاتصالات من منطقة لأخرى على سطح الأرض هي بث باتجاه الأعلى لتصطدم بالغلاف الجوي ثم تنعكس ذاهبة لمنطقة ثانية على سطح الأرض. فإن الغلاف الجوي له دور مهم في بث أمواج الراديو وكثير من الأمواج الأخرى، ويمكن بث أمواج من منطقة ما إلى منطقة أخرى على سطح الأرض على الرغم من كروية الأرض، وذلك بالاستفادة من ميزة الانعكاس عن الغلاف الجوي. يعني إذا فرضنا مثلا هذا هو الغلاف الجوي للأرض هكذا أحبتي في الله، وفرضنا أننا نقف هنا، فعندما تنطلق موجة مثلا باتجاه إحدى الطبقات العاكسة لهذا الغلاف ترتد فتصل إلى هنا. إذا كان هناك إنسان يبث من هنا، هنا إنسان يتلقى، وبينهما آلاف الكيلومترات، من هنا إلى هنا آلاف الكيلومترات. فانظروا، والسماء ذات الرجع، والسماء ذات الرجع، ترجع الأمواج الراديوية. طبعا هذه الظاهرة لا تخص فقط الغلاف الجوي، بل هي ميزة للسماء والكون. يعني مثلا هناك يقول العلماء في بداية الكون وتشكله هناك صدى للتوسع الكوني المفاجئ الذي حدث قبل 13.8 مليار سنة. هذا التوسع الذي بنتيجته خلق الكون أصدر موجات محددة لا زالت تسبح في الكون، وتحدثنا عنها وأسميناها أمواج الحبك. وأنا وضعت مقطع فيديو على الموقع، أو على هي مقالة موجودة على الموقع وعلى يوتيوب وفيسبوك، تتعلق بأعظم اكتشاف في القرن 21، وهو اكتشاف أمواج الحبك التي بثها الكون في بداية تشكله والآن ترجع إلينا. إذن والسماء ذات الرجع، ترجع إلينا حتى بيانات تشكل الكون الأولى. لاحظتم عمق يعني هذه الآية. اليوم أيها الأحبة، نحن نعلم أن العلماء يرسلون الرسائل إلى المراكب الفضائية السابحة في الفضاء ويتلقون الصور المباشرة من هذه المراكب. فالباحث في مختبره يتحكم بالمركبة الفضائية بواسطة الاتصالات اللاسلكية، وترجع إليه المعلومات المطلوبة من الصور وغير ذلك من قياسات تقوم بها هذه المراكب. تمام، مثل اليوم هناك مرصد جيمس ويب الذي تحدثنا عنه وعرضنا مؤخرا صور رائعة
أرسلها لنا. هذا المرصد على الرغم من أنه بعيد جدا 1.5 كيلومتر، إلا أن العلماء يتواصلون معه من خلال بث أمواج باتجاه هذا المرصد فيعكسها ويبثها مرة أخرى. إذن عملية الرجع صفة خاصة بالسماء، يعني مادة الكون. لو كان الكون لم يكن فيه هذا الفراغ الكبير لما أمكن لهذه الأمواج أن ترجع وتعود إلينا. يعني من خصائص السماء أنك إذا بثثت أي شيء يرجع إليك، والسماء ذات الرجع. يعني أضرب مثلا شعاع ليزر قوي جدا على سطح القمر، وقام العلماء بهذه التجربة طبعا، سيرتد إليك، سيذهب ويعود خلال يعني أقل من 3 ثواني، أقل من 3 ثواني. الضوء يسير بسرعة 300,000 كيلومتر، إذن سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، 300,000 كيلومتر في الثانية. القمر لو فرضنا الأرض هنا والقمر هنا، بعد القمر عن الأرض كم أيها الأحبة؟ بحدود 380,000 كيلو متر. يعني الضوء يستغرق 1.25 ثانية تقريبا، ويعود في 1.25 ثانية، يعني 2.5 ثواني أو أقل أو أكثر حسب موضع القمر، لأن القمر له منازل ويبتعد ويقترب من الأرض. إذن هذه خاصة موجودة في الكون من حولنا، في السماء، والسماء ذات الرجع، سبحان الله. إذن يمكن أن نقول رجوع الأمواج الكهرطيسية وغيرها تحدث عنها القرآن في قوله تعالى والسماء ذات الرجع، والسماء ذات الرجع. طبعا دلالات الآية أيها الأحبة لا تتوقف عند هذا المعنى، بل هناك أيضا آفاق كثيرة للرجع في السماء. فهناك أمواج راديوية تسبح في الفضاء وهي من بقايا الانفجار الكبير، وأشعة كونية كذلك. طبعا العلماء اليوم يعترفون أنه لم يحدث انفجار، لأن الانفجار يولد الفوضى، بينما الذي حدث في بداية خلق الكون هو عبارة عن توسع مفاجئ وشديد التنظيم ودقيق جدا. وبالتالي لا زالوا يستخدمون مصطلح الانفجار الكبير أو العظيم، ولكن حقيقة كلمة التوسع المفاجئ أفضل. وهذا يتطابق مع القرآن أحبتي في الله. الله سبحانه وتعالى يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يعني هذا الأمر تحدث عنه القرآن. في طبقات الغلاف الجوي أيها الأحبة نجد لكل طبقة وظيفة انعكاسية، يعني كل طبقة منها ما يعكس المطر الماء، منها ما يعكس أمواج بطول محدد، منها ما يعكس، يعني سبحان الله 7 طبقات. الطبقة الأولى ترد إلينا بخار الماء على شكل أمطار. لولا المطر هل تستطيع أن تعيش أخي الحبيب؟ طبعا لا يمكن. هذه الطبقة تعكس إلينا الحرارة أيضا، وتحافظ على درجة حرارة معتدلة أثناء غياب الشمس في الليل. القمر ليس لديه غلاف جوي، فالوجه الذي يواجه الشمس ترتفع درجة الحرارة لأكثر من 100 درجة مئوية، غليان، الماء يغلي، ليس هناك حياة. على الجانب المظلم حيث لا تشرق الشمس درجة الحرارة تنخفض إلى على ما أعتقد 80 درجة أو أكثر، تحت الصفر. طيب الحياة لا يمكن، لو كانت الأرض من دون غلاف جوي الإنسان لا يتحمل درجات الحرارة هذه. وبالتالي خلق الله هذا الغلاف الجوي ليرجع إلينا أشعة الشمس،
يعني لو فرضنا أن الغلاف الجوي هنا، انظروا أيها الأحبة، هذا هو الغلاف الجوي، وأشعة الشمس هنا تأتي، هذه هي الشمس، فتنعكس هنا ثم تنعكس إلى الأرض ثم تنعكس إلى هذه الطبقة من طبقات الغلاف الجوي ثم تعود ثم تنعكس ثم تعود، وهكذا أصبحنا كأننا في غرفة والغلاف الجوي هو السقف، سقف ولكن غير مرئي. وهنا أيضا لدينا آية لطيفة الله تبارك وتعالى يقول فيها: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. للأسف معرض، لا يرى، يقول هذه مصادفات، يقول هذه عشوائية، وينكر أن هناك إلها عليما هو الذي أبدع هذا الكون. طبعا الطبقات التالية أيها الأحبة تعكس الأمواج اللاسلكية الصادرة عن الأرض وتردها ثانية إلى الأرض، ولو دا هذه الميزة لما كان هناك اتصالات لاسلكية طويلة أو بعيدة. طيب طبعا هنا هذه صورة حقيقية لأرضنا. انظر أخي الحبيب، الغلاف الجوي هنا تقريبا هذا هو، هذه هي طبقة الغلاف الجوي، هذه الزرقاء، هذه تمتد هكذا وهكذا. إذن هذه هي الطبقة الزرقاء الخفيفة جدا، هذا هو الغلاف الجوي الذي يمتد لأكثر من 100 كيلومتر. إذن ارتفاع هذا الغلاف بحدود 100 كيلومتر. طيب هذا الغلاف الغيوم تتشكل داخله، انعكاس الأمواج، طبقة الأوزون، له خصائص رائعة جدا، وبالتالي ضروري. يعني انظروا هنا الشمس، هذه هي الشمس، عندما تضرب سطح الأرض بأشعتها ترتد هذه الأشعة إلى هنا إلى الغلاف الجوي ثم تسقط ثم ترتد ثم تسقط ثم ترتد ثم تسقط وهكذا. إذا كان لدينا هنا قمر صناعي مثلا على بعد 30-40 ألف كيلومتر، وهنا إنسان يطلق موجات يطلقها إلى هنا مثلا، يتلقاها القمر الصناعي ويعالجها ويعكسها إلى منطقة أخرى، وهكذا أنت تشاهدني عبر هذا البث، كيف يصلك هذا البث؟ بهذه الطريقة، بميزة الرجع، سبحان الله. كما أنه يحيط بالكرة الأرضية أحزمة من المجالات المغناطيسية تشكل درعا يقي الأرض ويحفظها من الأشعة الكونية الخطيرة. يعني هناك درع مغناطيسي قوي. الأرض، أرضنا طبعا هنا، لو تخيلنا أن هذه هي الأرض، هناك مجال كهرطيسي هكذا أكبر، يمتد حدود 60-70 ألف كيلومتر. يعني الأرض تكون هكذا والمجال المغناطيسي كبير جدا، لأن قطر الأرض كما تعلمون كم؟ أقل من 13 ألف كيلومتر، بينما المجال المغناطيسي يمتد 60-70 ألف وأكثر طبعا من الكيلومترات. إذن هكذا يظهر الإعجاز في آية واحدة. لذلك أصبحنا ندرك الآن أهمية الرجع والسماء ذات الرجع. يعني أنا شخصيا كنت أقرأ هذه الآية وأكررها وأقرأها كتعبد لله، الآن أصبح لدي يقين أن القضية ليست مجرد كلمات في القرآن، كل كلمة تحمل منظومة من المعاني العميقة. أصبحت أحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة
الرجع، لأن هذه الظاهرة حقيقة أو ظاهرة الرجع لو لم تكن موجودة لما شربنا قطرة ماء، لم يكن هناك مطر ورجوع للمطر والسماء ذات الرجع. فأنا الآن أحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الميزة التي أودعها الله في السماء، وأحمده أن تعلمت هذه الآية، أكرمني أن أدرس وأتفكر وأتدبر في هذه الآية. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآن بقي لدي سؤال أخي الحبيب، لو كان القرآن من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية مكية على فكرة، في مكة، نزلت في مكة، يعني كان النبي منشغلا بالدعوة إلى الله، كان منشغلا بإقناعهم، يقول لهم يا أخي هذه أصنام لا تضر ولا تنفع، تعبدون أصناما، تعبدون حجارة، كان همه ذلك. ما الذي يعني من الذي أخبره بهذه الميزة التي لم تكتشف إلا في القرن العشرين؟ ومن الذي يعني ما الذي يدعوه أصلا أن يدخل في مثل هذه القضايا التي ستكتشف بعد وفاته ب14 قرنا؟ أنا كإنسان عاقل استخدم المنطق العلمي، يجب أن أعتقد أن هذا القرآن من عند الله، لا يوجد أي تفسير آخر. طبعا أنا اعتمدت هنا على بعض المراجع، من أحب أن يتعمق في هذا البحث يمكن أن يطلع على الموقع الإلكتروني، وطبعا على يوتيوب وفيسبوك موجود كله. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أحبتي في الله العلم النافع والقلب الخاشع، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.